إذا كانت والدتي يصيبها التعب الشديد من جراء عمل البيت، ونريد أن نستخدم شغالة كاترة مع العلم أن في البيت 4 أبناء غير متزوجين، وكذلك ما الحكم لو وجدت الشغالة في المنزل وأنا لا أستطيع أن أخرج من البيت أيضا، وما الحكم في الكلام معها كي تدخل الإسلام؟ سمعت الكلام دائما، هذا لا يجوز أبدا، لا استخدام شغالة كاترة أبدا، وما دام البيت فيه أبناء فوجد شغالة بينه ولو مسلمة فيه خطر عظيم، فلا ينبغي هذا، فينبغي أن يستعينوا بالله وأن يعملوا ما يستطيعون حتى يتزوجوا وتختموا أزواجهم.